مثلا قرار احنا كنا عملنا السنة اللي فاتت مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية ايوه من كل كنايسنا في العالم، ايوه وأظن يكونوا اتقابلوا يا حضرتك ايوه مش كده؟ صحيح، اتشرفت بيهم جم جوا قابلونا في الاستوديو اكتر من قابلوا مرة. في الاستوديو. ايوه انا اتفرجت عليه. فده كان لشبابنا اللي بره. ايوه طب وشبابنا اللي جوه؟ فأخذنا قرار إن سنة 2020 نعمل مؤتمرين، مؤتمر لشبابنا اللي بره ومؤتمر لشبابنا اللي جوه. حوادث زي دير ابو مقار ده يعتبر قرار صعب؟ ده يعتبر حضرتك لما تتعامل معها دي من القرارات الصعبة؟ طبعا طبعا شيء طبيعي، أولا صعوبة الجريمة وصعوبة مكانها وصعوبة المجني عليه، ويعني كل الأجواء اللي أحاطت بالموضوع، وكان لازم من لجنة الرهبنة نجتمع وأقود الاجتماع ولازم ناخد فيها قرارات، ويعني شيء طبيعي لأن ده حاجة استثنائية ما حصلتش قبل كده يعني. حضرتك كان ليك تصريح قلت فيه انه غياب المحبة والإدارة هما مشكلة في أي إبراشية يحدث فيها مشاكل. طبعا وفعلا كده. يعني إيه؟ ممكن تبسطها لي؟ حضرتك عارف ان الكنيسة القبطية مكونة من ايبارشيات. ايبارشيات يعني منطقة جغرافية يرعاها واحد من الاباء المطارنة او الاسقفة، ومعاه مجموعة من اباء الكهنة يقودوا الكنائس، دي اسمها ايبارشية. والتشكيل ده بيبقى تشكيل ثابت في حياة الاب الاسقف، يعني هو يوم ما يترسم على المكان الفلاني يبقى هو ده مكانه لغاية آخر يوم في حياته، وما يتغيرش جغرافيا خالص. خالص. كويس. وجود الآباء الأسقفة اللي بيربطهم مع الكهنة واللي بيربط الكهنة مع الشعب